مساء الفل يا شباب، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا ان شاء الله يعني عندكم امتحان احسن النهارده، فالفيديو طبعا متاخر، ولكن عايزكم تركزوا جدا في الفيديوهات اللي انا نزلتها، وخلي بالكم ان الترم ده السلاسل الزمنيه ملغيه. ماشي، انا كنت عامل فيديو ليها بس عشان الناس تبقى عارفه. طيب، ومتوقع ده ان شاء الله ده هيجي، ان شاء الله الدرس ده هيجي يعني متوقع، لان طبعا لغى السلاسل الزمنيه، فلازم يجيب لك ايه، يجيب لك الدرس ده. طبعا انا عامل لكم الفيديو ده يعني داخل على 4 الفجر، فاتمنى الناس تستفاد منه وتركزوا معايا، وطبعا تنسوش الدعوه الحلوه وشير الفيديو عشان الناس كلها تلحق تستفيد بحاجه. طيب، فكره ايه بقى؟ انا عندي درس، الموضوع بتاعنا في الجزء الثاني، تمام؟ بس خلي بالكوا برضو اللي انت هيجيب لك كام نقطة نظري، يعني انت تخلي بالك هيجيب لك برضو ممكن 4 نقط نظري، 3 نقط نظري، فانت عندك في الملزمة هتلاقي الأسئلة النظري دي، تحاول تذاكرها برضو عشان ممكن ايه يوم يديك 3 4 أسئلة نظري برضو، تبقى انت فاهم الفكرة ماشية ازاي. طيب، ايه الفكرة؟ الفكرة الارتباط والانحدار. والله الراجل القصة بتاعته ايه، هيديك طبعا مسألة أو قانون ويقول لك عوض لي عنه. قبل ما أبدأ، عندي في حاجة اسمها ارتباط طردي، ده لو الرقم عندي طلع بموجب، وعندي لو الرقم طلع بسالب هسميه ارتباط عكسي. الحتة دي مهمة عشان بيجيلك في الاختيارات. طيب، يبقى أنا عندي هبدأ بالموجب، لو الرقم طلع مثلا 7 من 10، 5 من 10، 1 صحيح، بالموجب مفهوش سوالف خالص، يبقى ده هسميه ارتباط إيه؟ ارتباط طردي. ارتباط طردي، تمام. طيب، ايه تاني؟ قال لك يا باشا والله انت عندك الرقم لو بدأ بصفر لحد النص او 0.5، ده هتسموهولي اسم ضعيف، ولو الرقم موجب يبقى ارتباط طردي ضعيف، تمام. طيب، لو الرقم من بعد النص او من بعد ال50 لحد ال70، قال لك يا باشا ده هسميهولي متوسط، وبما ان الرقم طلع موجب، يعني مثلا لو 60 بالموجب يبقى اسمه طردي، خلاص. طيب، قال لك لو من 70 لحد 1 صحيح، ده هنسميه قوي او طردي قوي. ليه طردي؟ ليه؟ عشان موجب. وليه قوي؟ عشان عدى 70، يبقى من 70 للواحد الصحيح اي رقم، يعني 71 72 73 لحد 1 صحيح، ده هنسميه قوي، وطالما الرقم موجب يبقى طردي. طيب، تعالى الناحية التانية، في حالة لو الرقم طلع عندي سالب اعمل ايه؟ قال لك يا باشا لو الرقم سالب يبقى عكسي، خلاص. ليه؟ لان انت الطبيعي بتاعك انت بتمشي ناحية ايه؟ ناحية اليمين، فطول ما انت طالع الرقم بيزيد معاك، صح؟ بالموجب. طيب، لو رجعت بقى تاني ناحية الشمال، فانت كده ماشي عكس التيار زي ما بيقولوا، فده هيبقى اي رقم بالسالب يبقى اسمه عكسي. طيب، نفس القصة برضه، لو بدأت من الصفر ورحت لسالب 50 او سالب 0.50 او 5، ده اسمه ضعيف عكسي. ليه؟ عشان بالسالب، يبقى انا العكسي عندي بالسالب. طيب، لو من النص لحد ال70 او 7 من 10، قال لك سموهولي متوسط عكسي. ليه؟ عشان الرقم هيبقى بالسالب. ومن 7 من 10 او 0.70 على حسب، لحد سالب 1 الرقم الصحيح، ده هيبقى قوي ولكن ايه؟ عكسي. ليه؟ عشان الرقم بالسالب. خلاص، فهمنا القصة ماشية ازاي؟ طيب، هنيجي بعد كده، ده القانون بتاعنا. القانون ده هنستخدمه امتى؟ والله لو جاب لك، يعني لو جاب لك المسألة بالشكل ده كده مش هحتاج القوانين في حاجة، هنعمل معادلة بالآلة ونعيش. طيب، لو جاب لك المسألة بالشكل ده لازم تعوض قوانين، مش هينفع تعملها بالآلة، خلاص. فأتمنى يجيب لك المسألة بالشكل ده عشان ينجز معانا الدنيا كلها. طيب، أول حاجة لو جاب لي الشكل ده، هيقول لك عندك مبيعات س ومبيعات ص، ومديك شوية أرقام، هيطلب منك إيه؟ هيطلب منك 5 نقط. أول حاجة يقول لك أنا عايز معامل ارتباط بيرسون، اللي هو إيه؟ معامل ارتباط الخط البسيط.
ماشي. تاني حاجة يقول لك هو المعامل ده لارتباط وجود العلاقة بتاعته ايه، ماشي. طيب تالت حاجة كان عايز معادلة الانحدار. معادلة الانحدار دي هي بتبقى عبارة عن الصاد بتساوي واحد ألف زائد ب س. فين أهي دي المعادلة بتاعتك يا معلم، خلاص دي المعادلة بتاعتك، ص بتساوي ألف زائد ب س، تمام. طيب وعشان تجيب القيمة بتاعتها قيمة ألف وقيمة ب هتكتب القانون ده، هتقول له أهو ألف بتساوي مج ص على ن ناقص ب في مج س على ن. طيب أنا قلت لك بقى لو جالي الشكل ده مش هحتاج الرغي ده كله، مش هحتاج الكلام ده كله خالص، امال هنعمل ايه يا عم اسلام؟ تعالى كده يا باشا طلع الآلة بتاعتك الجميلة. قبل ما بشتغل بيقول لك ايه اهم من الشغل؟ ضبط الشغل، فرمط لي الآلة ازاي يا باشا؟ هنقول له شيفت 9 3 يساوي اي سي. واحد يقول لي ايه يا عم اسلام بالراحة، اقول لك ماشي، شيفت 9 3 يساوي اي سي. كده انا فرمطت الآلة بتاعتي اهي جايبة على الماس والدي، يبقى انا الآلة بتاعتي مش واخدة اي امر خالص. طيب محتاجين نحط المعادلة دي على الآلة، نحط المعادلة دي على الآلة. اول حاجة هقول له مود، يلا معايا مود 3، 3 دي اللي هي مين؟ استات، يعني احصى، ماشي. طيب اختار واحد ولا اتنين ولا لا؟ اول حاجة هقول له خلي بالك ايه، انا مش اخترت المود 3 اللي هي استات، هختار اتنين. ليه؟ عشان انا عايز ال A زائد B اكس، ها اللي هي مين؟ اللي هي فين يا معلم؟ اللي هي المعادلة دي، خلاص اللي هي أ زائد ب اهي، خلاص. طيب انا كده جبت اللي ايه المعادلة، هقول له اتنين. طيب قال لك يا باشا اكتب لي ارقام الاكس وارقام الواي. طب انا على الآلة الاكس ده هيبقى السين، الاكس ده اللي هي ايه؟ اللي هي السين، تمام. والواي ده اللي هو الصاد، تمام. طب يلا بينا ندخل بقى السينات الارقام دي كلها كده، يعني ايه؟ هقول له 10 يساوي 15 يساوي 12 يساوي 20 يساوي 22 يساوي 12 ايه يساوي، تمام. طبعا لو انا بتكلم بسرعة ابدأ عيد الفيديو تاني والخطوات، طبعا انا عشان الوقت، طبعا انت خلاص اتعلمت انت، لان انا الفكرة دي شرحتها في البيانات المبوبة، طريقة الحل بتاعتها هي نفس الفكرة برضه. طيب يلا بينا ندخل، اقول له 10 يساوي 15 يساوي 12 يساوي 20 يساوي 22 يساوي 12 ايه يساوي. طيب هعمل ايه؟ خلصت كده هدوس دوسه يمين ودوسه تحت، بص الرقم طلع فين اهو، بدايتي عند العشرة، اهو عند العشرة عشان ابدا بالاربعه، يبقى اخد الصادات، يبقى اقول له ايه 4 يساوي 8 يساوي 9 يساوي 16 يساوي 20 يساوي 8 يساوي، خلاص يا حبايبي، تمام. اخر حاجه لازم اديها يساوي، هقول له اي سي. طيب واحد يقول لي ايه ده المعادله اتمسحت؟ اقول له لا ما اتمسحتش، المعادله موجوده معانا اتخزنت خلاص. بص استاد دي قال لك انا خزنتها لك اهو، حلو قوي. محتاج بقى ادخل بقى اجيب اول سؤال عندي بيقول لك معامل ارتباط بيرسون. هقول له شفت، شاف كلمه استاد دي؟ الشيفت ده دايما بيطلع لك الحاجات اللي على البورد دي عشان تبقى انت معلومه ليك انت. انا عايز واحد مندوب ستات اهو. قال لك انت عايز تعمل ايه يا عم اسلام؟ والله يا باشا انا عايز الرج اللي هي رقم 5. طيب انت عايز ايه بقى؟ هل انت عايز قيمه الف وب اللي هي ص بتساوي الف زائد ب س، ولا انت عايز الر اللي هي معامل الارتباط؟ اقول له انا عايز معامل الارتباط ده، يبقى هاجي اقول له معامل الارتباط اللي هو الر على 3، يبقى اقول له 3 بتساوي. قال لك والله يا عم اسلام انت عندك الرقم 0.96 بالموجب، هجري كده اشوف فين 0.90 على طول اهو، 0.96 اهو يا معلم، حلوه قوي موجوده. طيب طب انا الرقم عندي موجب ولا سالب؟ موجب، يبقى طردي. طب هو ايه؟ هو ضعيف ولا هو متوسط ولا قوي؟ هو 96 يا باشا، هنعدي ال 70، يعني هقول له انت قوي يا باشا، حلو قوي. ادي خلصت اول نقطتين. طب لو دول عايز اجيبهم بقى بالطريقه، بص هعمل ايه الخطوات دي كلها بعد كده ادخل، بص هعمل ايه بقى،
هجيب سين وصاد وبعد كده سين في صاد واربع السين والصاد وبعد كده بص اربع الصاد قصص بقى. طيب فانا جبتها وادي القانون اهو، كل ده جبته بايه؟ جبته على الآلة خلاص. طيب يبقى انا اختصرت للوقت في حالة لو جاب لك ايه يا عم اسلام، لو جاب لك الشكل ده. طيب الحاجة التالتة، قال لك يا عم اسلام انا عايز معادلة الانحدار بتساوي كام، اللي هي بتاعت الايه المبيعات، يعني عايز القانون. القانون يا باشا اللي هو مين يا حبيب قلبي اهو، القانون بتاعي اللي هو ايه، احنا اتفقنا انا المعادلة بتاعتي، احنا اتفقنا ان الصاد بتساوي الف صح كده زائد ب س، ماشي يا باشا. طب انا عايز اجيب المعادلة دي، هجيبها على الآلة برضه على فكرة. طب ازاي؟ بص يا سيدي، هتقول له اي سي عادي، تقول له شيفت واحد عادي تاني خلاص، وتروح عند خمسة. بص يا حبيبي شايف دي كده، اه انا عندي الالف، الالف ها هتبقى الايه، سهلة جدا. قدامها كام واحد، يبقى اقول له انا عايز الالف، بقول له واحد يساوي، طلعت كام؟ طلعت سالب 7.10. لكن هاجي هنا اهو اقول له عندي سالب 7 خلاص، سالب 7 وكام وانت ايه وانت 10، واقول له زائد انا عايز مين، عايز ال ب، اقول له شفت واحد تاني 5، انا جبت الايه صح اللي هي 1 2 اللي هي ال ب، هقول له 2 ويساوي، طلعت كام يا حبيبي؟ طلعت 1.18. باخد رقمين بعد العلامة، اذا الصاد عندي هتساوي، هي دي المعادلة بتاعتي يا حبيب قلبي خلاص. طيب تعالى كده نطلعها ماشي. انا عندي هنا دي س اهي خلاص، هنسميها س، انا جبت ال ب ما جبتش ال س خلاص، فانا عوضت عن ال ب، يبقى انا عندي 1.18 س، عندي 1.18 س اهي. خلي بالك انت عندك هنا 1.18 س في اليمين غلط، ايه ده هتفرق؟ اه ليه؟ لان انت القانون بتاعك بيقول لك الف زائد ب. طيب انا عندي الف زائد ب، يبقى ال ب لازم تبقى ايه، تبقى في الاخر، وانا عندي 1.18 دي صح ماشي. طب ايه تاني؟ زائد الالف اللي هي كام، 7.06، انا عامل انا طلعت معايا 0.10. والله انا هشوف بقى في الاختيارات واشتغل عليها، انا عندي سالب بوينت 7.06، يبقى هي دي المعادله دي ايه، دي المعادله بتاعتي اللي انا ايه اللي انا هشتغل عليها. حلو قوي. طيب ده هختار المعادله دي، يبقى انا جبتها على طول. السؤال او النقطه رقم 4 بيقول لك الارباح المحققه ل عندما تكون مبيعات 100,000 جنيه. حلو قوي. اقوم جايب الاله اقول له يا باشا تعالى انا هكتب المعادله دي، شايف دي كده هكتبها زي ما هي، يعني هقول له بص ركز معايا، سالب 7.06 خلاص، زائد اهي 1.18 خلاص، في انا كده انا عملت ايه، عملت المعادله زي ما هي، اقول له في ايه اللي هو عايزه، هو عايز تكون مبيعات 100,000، اقول له 100 بس، اوعى تكتب 100,000، 100 بس. ليه؟ هو كتب لك رقمين، اقول له ايه يساوي، طلعت كام يا باشا؟ طلعت 110.94. ادور في الاختيارات عندي، اه فعلا اهي 110 بوينت كام؟ 94. طيب تعالى كده للسؤال اللي بعده، زي ما انا ما امسحش ها، زي ما طيب بيقول لك هنا انا عايز المبيعات فوق، انا عايز الارباح، عايز المبيعات اللازمه التي تحقق ارباح كام؟ 28,000. هو الراجل عكس لك هنا، الراجل ايه عكس لك، وبما ان هو عكس لك انت عكس له برضه، يبقى عشان الوقت معايا هعمل ايه؟ هشوف الاختيارات. اول حاجه الاختيارات عندي، عندي الف، هعمل ايه؟ جيب الماوس كده شمال بالسهم وامسح ال 100,000، المعادله زي ما هي. طيب هو عايز ارباح، اعمل ايه؟ شايف دي؟ شايف دي؟ اه هدخلها هنا بوينت 94. لو قلت يساوي، لو قلت يساوي وطلع الرقم اللي هنا هو ده، يبقى ده الاختيار بتاعي. طب تعالى كده يساوي، طلع 123، انا عندي هنا كام؟ عندي 28,000، يبقى مش هو ده الاختيار بتاعي. طيب هاجي كده بالسهم يمين وامسح الايه العك ده كده،
واجي هنا عندي البيه كام؟ البيه قال لك ب 30، اكتب ال 30 واقول له يساوي، طلعت 28 34. انا عندي 28 34 هنا فعلا، يبقى الاختيار بتاعي ب. تفهمت اللعبه؟ انا بحاول انجز لك بس عشان الوقت. ها ماشي. طيب بص هنا بقى المعادلات، بقى جاب لك ال 1 و18، كتب المعادله دي كلها، بعد كده كتب المعادله الثانيه. بص بعد كده ايه، شايف كل ده ايه؟ بص انا كل ده لخصته لك في كلام فاضي، كل ده لخصته لك في ثواني. فيا رب اتمنى والله ان الجدول ده هو اللي يجي، ليه؟ هيريحك جامد جدا جدا جدا. طيب لو ما جاليش الجدول بقى وجاب لي المسألة التانية، بص يا سيدي، لو جاب لك كده بقى مع احترامي بقى، معلش لازم ايه، احفظ الجدول، اكتبه في ورقة، انت ونصيبك بقى، يبقى لازم اعرف المعادلة بتاعتي. طيب انا عايز اول حاجة حساب بيرسون، يبقى انا لو جاب لي الشكل ده كده يبقى لازم اكتب الايه، هشتغل كله يدوي مش هشتغل بالآلة. تمام. طيب يبقى لازم اول حاجة عشان اطلع معامل بيرسون هكتب القانون ده. القانون ده هكتبه ازاي؟ ما انت لازم تحفظه، يعني انت لازم تحفظ القانون ده عشان يسهل لك الايه، عشان يسهل لك الدنيا عليك شوية. طب احفظه ازاي؟ يعني تحاول بقى ايه وانت قاعد كده مع نفسك، واخد بالك، تقعد تكتب بقى في القانون ده 3 4 مرات. فانت لازم تحفظه كده وتحفظه كده، ليه؟ عشان لو جالك بالطريقة دي بالجدول زي ما قلت لك هتريح دماغك وتعمله بالآلة على طول. طب لو جالي كده لازم ابقى حافظ الايه، لازم ابقى حافظ الجدول. طيب هتحفظه ازاي؟ والله بص ركز معايا، انت عندك في البسط والمقام عندك فوق هتقول له اول حاجه نون ايه، مج، اللي هي مجموع مين يا باشا؟ مج س ص، خلاص هقول له سالب. طيب سالب مين؟ هقول له ايه؟ هقول له مج. والله مره مج س هاخدها لوحدها، وهقول له مج ص هاخدها لوحدها. يبقى اول حاجه عندي في الجدول هقول له نون مج س ص، خلاص ناقص مج س لوحدها ومج ص لوحدها، طبعا دول هيتضربوا في بعض، خلاص ده هيبقى فيه يعني. طيب ده كده بالنسبه للي فوق. طب تحت هعمل ايه؟ تحت قال لك اعمل لي جذر تربيعي كبير اول حاجه، خلاص، وهنعمل قوس كبير في الاول وقوس كبير في الاخر. طب وجوه؟ تعالى كده جوه اول حاجه هقول له مين، ماشي، بص للمربع ده انت عندك ايه؟ عندك مج س، صح كده، اهو مج س، بس قال لك ربعه، هقول له مج س تربيع، حلو قوي. بعد كده اقول له نقص، اكتب لي مج س تاني، خلاص هي نون بتكتب مره واحده، اقول له ايه، مج س. بس الراجل قال لك ايه؟ قال لك يا عم اسلام رمى واحده مفتوحه، يبقى التانية حطها لي في قوس. مش هنا كان في قوس اتنين؟ قوس اتنين جوه، لا طالما في قوس نحطه لي من فوق. جميل. طيب ده كده بالنسبه للايه، للقانون الايه، للقانون الاول. طيب يا سيدي خلي بالك، ماشي، يبقى انا كده خلصت هنا. اقفل لي القوس بتاعك، بعد كده افتح لي القوس التاني. تمام، زي ما عملت في السين هعمل في الصاد. انا اول حاجه عندي ايه؟ عندي نون، صح كده، نون ايه، مج صاد، انقل ده هو هو هنا، بس بدل سين خليها صاد، يبقى اقول له مج صاد تربيع، خلاص، ناقص اعمل لي قوس كمان، وانا عندي مج صاد هتهالي هنا اهو، مين، مج ايه، مج صاد، بس بدل القص هنا حطه لي فوق، بس كده يا باشا. وهتبدا ايه، تبدا تعوض. اعوض ازاي؟ انت عندك اهو، عندك مج س، صح كده، اهو فين مج س اهي، يبقى اخد الرقم ده اشيل ده واحط كام، 58، صح. طيب عندي بعد كده مج ص، مج ص فين اهي، يبقى اشيل الصاد واحط كام، 850، خلاص ده الصف الاولاني. طب تحت وعايز مج س تربيع، فين مج س تربيع اهي، هشيلها واحط 690، خلاص، قص كام، قص اتنين، وهنا عندي مج س برضو، هي فين اهو، بص، يبقى انا بشيل واحط مج س عادية اهي،
بس هحط القص من ايه، من فوق. بعد كده طبعا عندي النون في الاول اللي هي الكام، اللي هي الخمسة، تمام، اللي هي مين، النون بتاعي من لعدد 5 شركات اللي هي دي النون بتاعتي، ماشي. بس وتبدأ ايه يا باشا، يعني نعم مقرفة شوية بس يعني حاول والله اكتبها بقى بخط صغير كده، حطها على الآلة القانون ده، ماشي. يبقى ده كده أول قانون عندي. طيب أنا عشان أجيب القانون قال لك تحديد معامل الانحدار اللي هو الميل بتاعي، أهو ده الميل بتاعك اللي هو مين، اللي هو نون، هتقول له نون مج س ص ناقص مج س ص على نون مج س تربيع ناقص إيه، مج س تربيع. يبقى أنت والله والله أنت شطارتك بقى، عندي قيمة الانحدار الثابت، احنا قلنا الالف مج ص على نون ناقص ب مج س تربيع مج س على نون، وتشيله وتعوض يطلع لك ايه، يطلع لك الالف، واحنا جبنا ال ب. والله عرفت بقى تكتب القوانين دي بخط صغير جدا، ماشي خلاص. جات لك الشكل ده يا باشا، انت مش محتاج لقوانين والآلة بتاعتك وتعوض خلاص. طيب والله اتمنى تكون الناس استفادت من الفيديو ده، وربنا يوفقكم بكرة. ابدأوا بالسهل، خلي الصعب في الآخر، حاول الإحصاء، حاول أنت تلم نقط، حاول أنت تلم نقط. ملحوظة صغيرة برضو، الدرس ده برضو فين؟ اه بص، الدرس ده برضو ده أنا كنت شرحته، تمام، كنت شرحته كده بطريقة إيه، بطريقة سهلة، تمام. طيب هنا جاب لك إيه يا معلم؟ قال لك تمرين اذا توفرت المنسوب جاب لك شكل مختلف، هو بيلعب معاك خلاص، هو بيلعب ايه، بيلعب معاك. قال لك انا عايز الوسط الحسابي، وعايز الوسط الحسابي للايه، للسلعتين. طيب انت عندك الوسط الحسابي بتاعك اللي هو ايه، اللي هو مج مين على مين، اللي هم مين، اللي هو عندي 150 زائد 122 زائد 150 زائد ايه، زائد 150. يعني انا عملت ايه؟ والله شرطة كسر، وخدت الارقام دي كلها، سيبك من الفلمية دي، سيبك ايه من الفلمية دي، عملت ايه يا باشا، خدت ال 150، وخدت انا لو همشي بالترتيب يعني 150 بعد كده 122 اهو حطيتها، بعد كده زائد ال 150 زائد ال 150 خلاص فوق، زائد زائد على 4. ال4 دي جبتها منين يا باشا؟ وانا عندي النون اللي هي مثلا السلعة عندي كام؟ انا عندي 1 2 3 4، يبقى عندي المجموع مجموع على عددها، مجموع على عددها، تمام. طيب هعمل ايه؟ هات الآلة بتاعتك اهو يا باشا، نعمل شرط الكسر. بص عشان انا عامل المعادلة، بقول له شفت 9 3 يساوي اي سي عشان الغي، بعد كده بقول له ايه، تعالى انا عندي كام يا باشا، عندي 150 ماشي، بعد كده اقول له زائد، زائد كام، 122، بعد كده زائد، بعد كده 150 زائد، بعد كده 150 خلاص. وانزل ايه، وانزل تحت على كام، ادي 1 2 3 4، اقول له على 4 ماشي، واقول له ايه، واقول له يساوي، طلع كام، طلع 143%. هتلاقيها في الاختيارات، يا ريت يجي لك ده، جميل جدا لذيذ، بس عشان الناس ايه، لو الناس برضو ما تتوهش، تمام. طيب قال لك انا عايز الوسط الحسابي، الوسط الحسابي بتاعك هتجيبه ازاي؟ انت عندك كام؟ عندك 150 وعندك 122، تمام. طيب هو عايز الوسط الحسابي بتاع كام؟ بتاع الف وبتاع ب. يعني هاجي بقى اقول له تعالى يا عم ماشي، عايز الوسط الحسابي بتاع الف، شرط الكسر، انا عندي الف بكام، تعالى كده الف اهي ب 150، اقول له 150 زائد، وعايز ايه، قال لك ب زائد ب، ب بكام، ب ب 122، وهنزل تحت انا عندي كام سلعه، ادي سلعه ادي 2، يبقى اقول له على 2، واقول له كام، اقول له يساوي، طلع بكام يا حبيبي، طلع ب 136، هختار 136 يا رب ده يجي بكره، سهل جدا يعني ان شاء الله. طيب التمرين التاني ده مديك هنا بقى ايه، عكس ده اللي انا قصدي عليه، كنت انا شارحها بطريقه سهله. طيب جه في الاخر قام مديك ايه، قام مديك المثال ده، فالمثال ده تحاولوا تذاكروه،
برضه هو في تريكايه برضه لعبه كده خلاص، بس تحاولوا انتوا تقربوا الدنيا وربنا يكرمكم ان شاء الله، وتقدروا تقفلوا بكره الماده، وان شاء الله ما تخافوش الماده ان شاء الله او الاسئله تيجي سهله. طبعا لا تنسوا من خالص دعائكم، بشوفكم على خير. تحياتي، دي كانت قناه كوكب كليه التجاره، كان معاكم اسلام الاسد، اشوفكم في فيديوهات قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.